السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم ثمار الفاصوليا الحمراء، وإن شاء الله حنتكلم عن برنامج التسميد البوتاسي في هذه المرحلة. فأتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعملوا اشتراك القناة ولايك للفيديو، وأتمنى تشاهدوا الحلقة للنهاية. طبعا لو أول مرة تشاهد الفيديو، إحنا قمنا بتنزيل عدة فيديوهات أتمينا فيها الزراعة، ومثل ما تلاحظوا هذه النبات في مرحلة الإثمار مثل ما تلاحظوا أمامكم. ما تلاحظوا الثمار ما شاء الله. طبعا خلونا بنتكلم عن التسميد في هذه المرحلة. طبعا احنا منذ بداية يعني الزراعة سمدنا فقط دفعتين من اليوريا، وطبعا ان شاء الله اليوم حنبدأ نسمد سلفات البوتاسيوم. يعني مثلا في ناس بتحب الثمار تكون كبيرة الحجم، فاحنا لازم نسمد بسلفات البوتاسيوم. وطبعا ان شاء الله هذه اخر حلقة قبل الحصاد، يعني مثل ما تلاحظوا ما شاء الله الثمار. يعني ان شاء الله حنسمد مرة فقط بسلفات البوتاسيوم، هي حتكون اليوم، وحنتابع يعني الري عادي كل 5 ايام على حسب حالة النبات، كل 5 ايام مثل ما تلاحظوا الثمار ما شاء الله امامكم. تابعناها في القناة، زرعنا وتابعنا المحصول حتى مثل ما تلاحظوا امامكم ما شاء الله الثمار. لو لاحظنا هذا الانتاج اللي تحصلنا عليه من الزراعة. طبعا في نقطة حبيت اتكلم عليها، اني انا طبعا بشكركم جدا على دعمكم للقناة في الفترة الماضية. شكرا لكل شخص اشترك او شاهد الفيديو او عمل لايك، فطبعا شكرا لكم، وان شاء الله مستمرين في تقديم المزيد من الفيديوهات، واتمنى تبدأوا بتجهيز البذور حتى ان شاء الله نزرع احنا ونتابعوها مع بعضنا. مثل ما عودناكم في القناة من الزراعة لغاية ان شاء الله الحصاد، كل هذا حتلاقوه في قناة زراعة الخضروات. طبعا في مطلعه امامكم تقريبا كل نبات فيه من 3 الى 4 حبيت مثل ما تلاحظوا. طبعا هذه اول تجربة لي في زراعة الفاصوليا، ومثل ما تلاحظوا تجربة ناجحة. لو لاحظنا أمامكم ولو في سؤال أتمنى تكتبوه في التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.